أرجو من المغاربة أن يسامحونني لأن هذه الغلطة التي ارتكبتوها تسببت بإقصائهم. تصريح خطير من الحكام السويدي غلين نايبرغ في أول ظهور له بعد هزيمة المنتخب المغربي أمام إسبانيا وإقصائه من نصف النهائي دورة الألعاب الأولمبية، ويكشف عن مفاجأة ستهز المغاربة. شاهد ماذا قال. ولكن قبل البدء، لو أنت فخور بالمنتخب المغربي فاضغط إعجاب لهذا الفيديو وعطر فمك بالصلاة على رسولنا الكريم. بعد هزيمة المنتخب المغربي أمام منتخب إسبانيا وإقصائه من نصف نهائي الألعاب الأولمبية في المباراة التي شهدت جدلا تحكيميا من جانب الحكم السويدي وحكام غرفة الفار، فقد دخل على الخط الحكم السويدي وأدلى بتصريحات نقلتها شبكة سكاي نيوز منذ قليل، وقال: لقد تعرضت لهجوم كبير من جانب المغاربة بعد هزيمة المغرب أمام إسبانيا، وكل المغاربة يهاجمونني لأنني لم أحتسب ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي، فقد شاهدت هذه اللقطة أكثر من مرة بعد انتهاء المباراة، فأنا لم أشاهدها في الملعب، وكنت أقول لنفسي أن هذه ليست ركلة جزاء، ولكن عندما شاهدتها بعد نهاية المباراة تأكدت أنها تستحق ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي، والمسؤولية كلها ترجع لحكام غرفة الفار حيث لم يقوموا باستدعائي لمشاهدة هذه اللقطة في الفار، ولو كانوا يعلموني فسأحتسب ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي الذي تعرض لظلم صريح في هذه المباراة، وأرجو من كل المغاربة أن يسامحوني لأن الغلطة ليست غلطتي. وفي النهاية شاركونا رأيكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم جديدنا.